لو صاحب المكتب العقاري ما اتصل ما كنت رح أعرف، كنتوا رح تخبروني وإنتوا عم تنتقلوه. عمتي أنا بترجاكي لا تزعلي فوراً، بس اسمعيني، نحن لسه ما استأجرنا بيت، بس عم ندور ونشوف، هذا كل شيء. لمعة الفرح يلي بعيون جوزك مانع الفاضي، لو إنه ما حسب منيح ما بيعمل هيك شيء. شو صاير من على وش الصبح؟ لو ما كنت عم تدور على السم تبعك ما بتجي بهالساعة. أخي هالمرة خير. شو؟ أنا واقع بمشكلة كبيرة. شو صاير؟ شرطة ما شرطة؟ لك أنا ما كان بدي صير هيك، ما بعرف، شربت كتير وانهارت بعدين وقعت على الأرض. لك شو بدي ساوي؟ ساعدني. طيب مين البنت؟ رشا أغمي عليها وتركتها بالشارع. ولك أنت عن جد خالص على الأخير؟ أنت ليش إجيت؟ كيف عرفت إني هون؟ أنا بسمعك حتى لما بتتنفسي. أنت شو بدك؟ الشرطة لقيت المسدس يلي كان مع كمال، وقبل يومين أخذوني على القسم للتحقيق، وأكيد رح يدوروا على بصماتي على السلاح. ما كنت عاطي سلاح لكمال ليقتلني؟ بس محلولة، أنت ما بتضغط على المسدس فأكيد ما خليت عليه بصماتك بالمرة. معك حق، أنا دائما باخد حذري من كل شيء، بس الشيطان موجود، بجوز غلطت هالمرة. خطفت الولد من المدرسة وما كفاها هالشي فحطت البنت براسها كمان. بس مانا لحالة، في معها أخوها شكله بيشبه المجرمين وفي إله سوابق. لا تدخلي أخي، هو ماله علاقة باللي صاب. أنت شو قلت؟ يا ويلي يا ربي شو عم يصير؟ قلت حطوا فريدة بالحجز؟ أنت شو عم تساوي هون؟ أنت اللي شو عم تساوي هون؟ تركت بنتي هنيك وإجيت؟ تركتها لبنتك وإجيت، ما راح تحس بالوحدة، لأنه الصبر هيزتوا نضال بالسجن جنبها مشان يعرفوا شو معنى خطف الأولاد. لا تغلط، نضال ما له أي ذنب، من الصبح بكير طلع على البحر. يا ربي جنان خانم، أنا بترجاكي تهدي شوي، خير الدين مريض مشان الله أحكي بهدوء. خلص ماشي، مؤسس ما عاد شوف وشك، وأنت وعدتني بهالشي؟ أمينة؟ ياسين؟ ياسين؟ أمينة، أنت منيحة؟ تعال طالعني من هون بسرعة، أنا خايفة كتير. أعطيني إيديك. لا طالعي أي صوت، هلأ راجع لك. شو هاد؟ شو هاد؟ لك قديش كن طلعتوا ناس ما عندكن وجدان، يا عيب الشوم عليكن. بالآخر انتوا حطيتوا ابن منار بحضنكم ما هيك؟ لكن ريمان خانم، اصحك مرة تانية تحكي لي عن الحياة والخجل والعار والشرف. وانت على أساس ولادك كانوا كتير بيهموك، وبعرف انك عن قريب رح تجيب أمهم على هالبيت. ايه اعمل اللي بدك اياه، بس خليك بعيد عن ابني، مفهوم؟ واصحك تحاول انك تأذي بالمرة بعد هيك. تعال الصبح بكير قبل ما يجي المتعهد. خلاص ماشي بيجي. وانت فتحت المي على الخزان؟ لا ما فتحتها، افتحها انت. ما بصير، افتحها وخلي خزان المي يتعبى على الاخير. واذا تعبى وطاف؟ ما راح يصير شيء، بتصب الحفرة. شو لك شغل هون بهالساعة؟ هذا طريق مختصر رايح على البيت. يلا روح من هون، روح على بيتك من طريق تاني. يلا أرجيكم، بدي اشتكي عليكم كلكم. ايه سكتي بقى، ليش عم تصرخي هيك؟ شو رح نتعلم القانون منك؟ يا اخي عم قلك في عندي طفل لازم روح على البيت. شو منساوي؟
ونحن في عنا اولاد، بدل ما نروح على البيت عم نضل هون بسببكم. هلا مشاكل البلد بسببنا؟ اسمعي، اذا بدك هالليله تمضى قعدي وسكري تمك، واذا بدك تعدي اكثر من ليله فلا تسكتي. كله بسببك انت، ما قدرت تاخديهم وتنقلعي؟ كل شي صار من تحت راسك، مين بيعرف شو عملتي لهم لحتى هربوا؟ وشو رح اعمل لهم؟ انا واسيتهم، قلت لهم امكم راحت بس انا هون، حطيت بنتك بحضني، شو بعمل لها اكثر؟ صحيح اكلت مني كف، واذا راحت بسببه فالله معها. شوفي وليك، اذا كنتي ضاربه اولادي وجارحتيهم صدقيني لاذبحك بايدي. طيب ليش عم تكبري القصه؟ يعني ولادك مو الوحيدين يلي بيكبروا بدون اب، خليهم يجربوها. انتبهي منيح، أنا ما رح أسمح لك حتى تذكري اسمهم على لسانك، فهمتي؟ بس استني لأطلع لبرا، لهد الدنيا فوق راسك. أمينة أنت منيحة؟ ياسين طالعني من هون، أنا كتير خايفة، لا تروحوا تتركني هون لحالي. أخي مسكي بطرف هذا، رح أسحبك. يلا مسكي. ان شاء الله بتلاقي جثثهم، وهيك انت بتضلي وحيده بهالدنيا. ما عم تفهمي؟ ما قلت لك لا تذكري اسم ولادي على لسانك الوسخ بالمره؟ ما عم تفهمي؟ خليني وليه؟ انت شو خاطر حالك؟ انت كمان في عندك ولاد حيواني. انتوا شو عم تسووا؟ بعضوا عن بعض حيواني. بكفي، شو انتوا مجانين؟ ما بتعرفوا تقعدوا عاقلين ابدا؟ انا رح فرجيكي، ما عندنا شغل غيركم؟ بدنا نضل نلتهي بقصصكن. فوتي فوتي، بعد عني. حسابك عندي بعدين. عدو، ما بدي اسمع ولا صوت منكن ابدا. تمسكي بإيدي، مدي حالك كمان. يلا يلا أمينة، كمان شوي. يلا حاولي أكتر، يلا يلا أمينة. شرف، لوين يا ابني؟ ما عاد عم بقدر اقعد، لازم اطلع ادور عليهم. كرمال الله خليك بعيد عني ضال،
شفت قالت طلع على البحر من الصبح؟ يعني ما بدنا نتهم الزلمة هيك؟ الله يخليك انتبه. إن شاء الله خبر منيح. ألو ألو الحمد لله على السلامة، رح تتحسن بعد ما يخلص. ألو كيف حاسس حالك هلا؟ ألو ليش ما عم تحكوا؟ ألو الله حماكم، يمكن السفر الطويل عمل هالمضاعفات معك. ما في داعي، معلش مسكية ماشي. الحمد لله على السلامة. قالوا لكم رح ياخذوكم على سويسرا وجابوكم على قرية قوزاك بتكرداك. هلأ صرت أحسن. والله بدك ما تواخذني، بس ما عاد في خبز لتاكلوه بالبلد لحتى تسافروا وتعلقوا مع هيك ناس يعني؟ تفضل التليفون تبعك. اتصلت بحدا من قرايبينك؟ لا ما في داعي. طيب بتحب نخبر شي حدا؟ ما إلي حدا لحتى خبره. الحمد لله على سلامتك. ساعدونا، حدا يجي ما في حدا هون يساعدنا، طالعونا من هون. ساعدونا ساعدونا. الله يخليكم، نحن بجورة. أخي مين رح يطلعنا من هون هلا؟ لا تبكي، رح ضل حيط ليسمع لحدا. ساعدونا، ما في حدا هون، طالعونا من هجورة. ساعدونا الله يخليكم، ما في حدا عم يسمع صوتنا. ياسين ياسمين شوفي. شو صاير؟ ليش وشك هيك؟ وشو رح يصير أكتر؟ يا ترى عم بقدر أكل من دونك؟ لا. بقدر روح على الحمام؟ لا. وأنا شو فيني أعمل؟ من الصبح وأنا عم دور على الأولاد، رحت على المغفر ودورنا بكل مكان وما صح لي إجي. ماني كلب مربوط على باب بيتك. أنت شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ أمير أنت عم تجي على البيت بس من شان تطعميني. بترجاكي لا تعملي هيك، صار لي شهور ما فرقتك لحظة، ومن يومين لبلشت تطلع من البيت. كيف بيطلع معك هذا الحكي بهالبساطة هي؟ من حظك اني هون هلا، ولكن بعرف شو رح ساوي. شو رح تساوي؟ بكره بنطلع وبتشوف. يا ترى وينكم؟ وينكم يا ولاد؟ عشو عم تطلعي؟ غيراني مني؟ ليكون القطة أكل لسانك. إيه معك حق، لو أنا كنت بمكانك لكنت رح غار. شرف ارتكب هداك الخطأ مرة، ما بيعيدها أبداً. غبية، نحنا أصلاً ما افترقنا بالمرة.
خدي شرف وانقلعوا. بس أنا ما رح أترك أولادي بين إيديكي أبداً. أنا بكون أمهم. عم تفهمي؟ أنا عائلتك خلص اتدمرت وأنا هلأ عم أسس لعائلتي. بلا حكي. شش نعم نعم. ها عجبك؟ لسه ما قلنا نام. فتح عيونه وعم يطلع. هذا ما بده ينام. شوف مصحصح على ما شاء الله عليك. الله يحميك. ما شاء الله عليك. امه تركتوه نحن ابتلينا فيه كأنه ما في ورانا شغل غيره. ما شاء الله عليك. الله يحميك. طالما شرف عم ياخد قراراته لحاله لسه نحن رح نتعب ونتعذب كتير. بس شايفة هالطفل بريء وما قاله أي ذنب. يا روحي أنا. بعدين مو هو كمان حفيدنا؟ لازم نعتني فيه، ويمكن عذابنا معه يكون كفارة لذنوبنا. أنت شو رأيك؟ أخ يا خير الدين أخ. ما شاء الله. يا روحي أنت يا قلبي. غير غير الله يحميك. ياسين أنا بردان كتير. اصبري وأنا بردان. ما عاد فيني، رجلي صاروا مثل التلج. شرف، في شي خبر عن الأولاد؟ لا، ما في أي خبر. وأنا جيت لأحكي بهالشي. فيني أدخل؟ إيه طبعاً، بس أنا لما شفتك هيك قلقت كتير. تفضل. تفضل لجوا. أهلين وسهلين أخي شرف. أهلين فيكي. كيفك؟ كيف يعني؟ حالتي سيئة مثل الكل. أخي لا تضل واقف، تفضل عود. أنا رايحة أخذ دواي عن إذنكم. أمير، أنا غلط بحقك، طاولت عليك بالمغفر، لا تواخذني. ما بعرف شو عم ساوي. رح جد. ما بعرف أولادي وينهم. يا ترى بخير ولا صاير لهم شي؟ ما بعرف إذا كانوا عايشين. شو هالحكي هاد؟ لا تخلي هيك شي يخطر على بالك. أنا بوعدك رح أعمل المستحيل لحتى لاقيهم. تعرف بطريقي لهون شو لاحظت؟ إنه أنا وحيد وما في إلي حدا، ما إلي ظهر استند عليه. وهي ولادي اختفوا. أخي نحن موجودين، أمي وأبي وأنا، نحن عائلة وحدة. اوعك تنسى هذا الشيء. معناتها جيب مرتك وتعال عنا، خليك جنبي. انا تعبت من الحرب لحالي مع الكل. بترجاك وأنا كمان في إلي طلب عندك. روح واسحب الشكوى تبعك. مرت أخي اللي فيها بكفية. امشي نروح ونحكي مع الضابط ونطالع مرت أخي الليلة.
لتي بردانة حاسة إني رح موت. مسكي فيني. أفرجوا عنك. وأنا؟ تفضلي. شو من شاني؟ يلا طلعوني من هون، ما عاد فيني اتحمل. الله يلعنكم. مرت أخي؟ كيفك؟ بخير. في شي أخبار عن الأولاد؟ لا والله، الشباب عم يدوروا. رح أروح على القسم لشوف. طيب خليني اجي معك. ماشي. شو من شان الثانيه؟ شكوى ضدها لساتها موجوده. ما رح اتنازل عن شكوتي. فريده، انا كل همي الاولاد، وانت كل اللي شاغلك منار. لا تنسي انه ابن ابني. مزبوط، واولادي كمان اولادك. مشان الطفل انا بتنازل عن شكوتي. لا تركي. انت روح من هنيك، وانت تعال معي. حاضر معلم. شرف، كنت بعرف انك ما رح تتركني. تشكري فريدة، لو ما تنازلت عن شكوتها مستحيل تطلعي من هون اليوم. أمير، انت وصل منار على البيت. أخي، فريدة بتروح معي على القسم. ما في داعي، بروح لحالي. شرف، خلينا نجيب الولد وبعدين وصلنا على البيت. المسكين بتكون حالته بتقطع القلب، لا أنا ولا أنت جنبه. بعدين معدتي عم تقلب من الريحة يلي هون. يلا خلينا نطلع بسرعة. يلا منار، تعالي نطلع. يلا شرف. شرف، وين السيارة؟ قريبة من هون؟ أنا تعبت وبردت كتير، ما عاد فيني وقف. خلص اتحملي شوي. تمسكي فيني. مرت أخي، لازم تكوني قوية شوي، ما بصير تستسلمي. وكيف بدي أكون قوية؟ مانك شايف شو عم بيصير معي؟ بالأول حرمني إني شوف وش أولادي، وهلا يمكن خسرتهم نهائيا. لا لا لا، بصراحة أنا حاسس إنه الوضع منيح، لا تقلقي. ياسين ولد ذكي، بيعرف كيف يهتم بحاله وبأخته. كل شي صار بسبب شرف. لو انه ما دخل هديك المرة بحياتنا، كنا بهالوضع هذا؟ قلك عن شغلة، اخي زعلان كتير، هذا لاني ما شفته بهالحالة من قبل. بعد ما ضاعوا الاولاد حالته بتقطع القلب، بعدين كأنه ندمان على الشغلات اللي صارت بيناتكم. على فكرة، ظاهر انه الشغلة الوحيدة اللي ندمان عليها بحياته هي انا. شو معنى هالحكي؟ عن قريب بتسمع، لا تهتم. أمينة، تتذكري المصاري اللي جمعته؟ بس نروح البيت بعطيك نصه وبتشتري هديك اللعبة، اللعبة الشقرة. أمينة، أختي تحملي شوي. اسمعي شو رح قلك، بعطيك إياهم كلهم، خدي لعبتي كمان. ها؟ أمينة، شفتوا البيت تنحل من حرق ما نعود.
يا عمري بيكون هلك وهو عم يبكي طول الليل. ليك شرف، كل شي صار بسبب فريدة، عم تعمل هيك لأنها بتغار منها. منار بلا حكي فاضي، شو في عنا لتغار؟ يلي رابطنا بس هالولد، قلت رح اعتني فيه وهذا واجبي. لا تستني مني أكتر من هيك ولا تتأملي على الفاضي. سعادتنا اندمرت بسبب فريدة وأخوها، ورح تشوف هن رح يطلعوا ورا هالشغلة. وبعدين انت ما بتعرف شو قالت لي لما كنا بالسجن، وأكيد خبوا الولاد بشي مكان وعم يمثلوا علينا. ولك منار بكفي بقى، حاجة تنقي فوق راسي والله رح انفجر. على الأقل اسكتي هالليلة. لو سمحتوا جيبوا جسس له. حاضر. وصلت سيارة الإسعاف بسرعة. رح جيبهم فورا. نعم سليم سيدي. الجسس لولد وبنت صغار. الشباب لقوا جثتين لولاد صغار. وين؟ لسه ما بنعرف. بناية العظم بالحارة الجديدة. شوفوا إذا كان في حدا بيعرفهم. شو أوصافهم؟ سألنا كل اللي هون ما حدا بيعرفهم. جثة بنت وفي جثة ولد كمان، والشباب عم يحققوا بالموضوع ورح نعرف أسمائهم. خلص ماشي رح أجي فورا. شوفي أمير، في شي خبر لأولادي؟ لسه ما في شي أكيد، رح وصلك على البيت بعدين بخبرك. جاية معك، ما فيني أقعد بالبيت استنى. خليني روح بالأول وبعدين بتصل فيكي. خلص بوعدك. لو بدي موت بدي روح معك. يلا استعجل لا تضيع وقت. طيب رح خبر شرف كمان. ماشي أمير، يلا جاي فورا. خير؟ شو يلي صاير؟ شرف شوفي ليش ما عم ترد علي؟ زيلي بسرعة أنا مستعجل. يلا كان ناقص يزيدنا من السيارة. هاي ماشي سيدي، عم بيطالعوا جسس الولاد. هاي وسط سليم. مرت أخي هنين شي؟ مرت أخي صدقيني أنا ما بعرف. طولي بالك شوي. معنون هنين، أنا بترجاك كل شي. خلص شباب عم يطالعون ولسه ما بنعرف. ما بنعرف إحنا لسه ما شفناهم. مرت أخي بترجاكي طولي بالك، هلأ بيجيبوهم. خلاص اهدي شوي بقى أخي، انت هديها لفريدة شوي. يا ربي أمير. هنين شي؟ خلاص اهدي فريدة. هدي أعصابك. لا تركني فريدة. فريدة بترجاكي. تركني. خلاص تركني فريدة. بنتي يا روحي. طيب وين الصبي؟ وينه؟ خلاص ما في شيء. يا ربي ساعدونا، نحن هون ما في حدا عم يسمعنا يجي يساعدنا. ساعدونا ساعدونا ساعدونا، رح نموت هون. ساعدونا. لك لقيناهن، الطيور تبعنا صايرين سمكات. أنا جات كتير. وأنا كمان رح موت. إمتى رح يجي المعلم طوفان؟ ليش المعلم طوفان رح يجي لهون؟ إيه رح يجي. مالي حابب روح عالشغل اليوم. تعرف هدول اللي اجوا جديد؟ مبين انه صاير معن شي. هي اول مرة منشوفه.
يمكن كانوا غرقانين بشي مكان. مزبوط، كانوا معبانين مي. أنا جوعان، ما فيني أتحمل. وطي صوتك. كل الحكي عم يوصل للمعلم. رقبتي عم توجعني كتير. خدوا تسمموا هدول بسرعة، عنا شغل. يلا بعدوا لي هيك بدي اياكم. اعطيني انا كمان، ما بصير هيك. اعطيني بس وحده. شيلها وقعت على الارض. اعطيني. ليش عم تهجموا هيك مثل الدبان؟ حرام عليكم، اعطوني الي كمان. يلا. ايه هي الي انا. اعطيني اياها. جبت لكم شيء مشان تاكلوا. ورح وصي عشاي. أنا ما رح أقدر حط ولا لقمة بتمي. ما أكلتي شي من مبارح المساء. أخي جيب صور الأولاد مشان ننسخن ونوزعن، وإذا علقناهم بكل الشوارع بيكون أحسن. هلأ بمر على البيت وبجيبهم. في معي هاي صورهم. إيه ممتازين كتير مناح. هيك بيلتقوا الأولاد أسرع مع هيك؟ بلكي حدا شافهم بيخبر عنهم. إن شاء الله رح نعمل اللي بيطلع بإيدنا. بدنا نلاقيهم بأسرع وقت ممكن. فريدة أختي. أخي. شو صاير بغيابي؟ أول ما سمعت أخذ سيارة رفيقي وجيت. أولادي ضايعين من مبارح وما عم نقدر نلاقيهم. أختي لا تقلقي، رح نلاقيهم إذا لزم الأمر. تدور شارع شارع وبيت بيت. أصلاً إمتى إجانا خير من عيلة أفاقيل؟ ما كنت جاي؟ خلاص شرف، اهدى. شوفي شوفي. خلص أخي، الحمد لله أمير كان جنبي. ما بعرف لولا شو كنت رح ساوي. يلا خلينا نروح. أمير إذا صار شي خبرني ماشي؟ شبك ما تعود. قول على مهلك رح تختنق. عطوه كاست مي. ما في، البنت شربت كل المي. حرارتها مرتفعة كتير، لازم ناخدها على المشفى. طبعا على راسي هلا بناخدها، بس خلينا نستنى شوي، بلكي الحرارة بتنزل لحالها. ما هيك حرارة بدها دواء لتنزل. ماما كانت تعمل هيك لما نمرض. شو هالفصعون، وبيعرف يداوي المرض كمان. قلي لها شوف، طالما انت فهمان بأي صف انت؟ صف رابع. وشو كان لكم شغل بالشوارع طول النهار؟ هربتوا من البيت ما؟ لا تضلك ساكت هيك مثل الأجداب، جاوبني ولا؟ على كل ان احنا مانا مستعجلين، فينا نستنى. صباح الخير منار خانو. انت ما بتعرفيني بس انا بعرفك منيح. ليلة مبارحة على شوي كنت رح تقضيها بالحجز، بس الحمد لله على السلامة. بدي اقول لك انك كنت رح توقعي بالفخ اللي حفرتيه. مين انت؟ شو هالحكي الفاضي؟ وشو بيهمك مين انا؟ بكل الاحوال رح تعرفي لما يجي الوقت المناسب. اسمع، اذا تيمور بعتك وراي قل له ماني فاضي لهالمسخرة. عم تقولي تيمور؟ ليش ما بتفكري اكثر شوي؟ يلي منعرفه نحن الاثنين هو ما بيعرفه. رجعي فترة لورا شوي، مثلا قبل 6 شهور بالليلة معتمة كتير، والمكان هو هداك المشتل يا منار. لا تخافي، أنا اليوم ما بدي منك شي، بس قلت خلينا نتعرف. أكيد رح نتقابل بشي يوم بالشارع أو بسوبر ماركت. مين بيعرف، يمكن يكون بالآخرة. خلص سيد فيروز، أنا فهمت. لا تعلمني على شغلي، انت بس عمل يلي بقلك عليه. ايه المصاري يلي عم تروح لجنان يا جيت رح تستمر من دون اي نقص. لا انا ما عرفت شو قصتها، اجاها تليفون فجأة وراحت فورا. بس اذا كانت هالمبالغ وصية ابي رح نمشي على حسب وصيته. اصلا المصاري اخر همي.
عمته أكيد ما رح تقبل. طبعاً. ماشي، أنت حاول تفهم لي شو قصة هالمرأة وبعدين منحكي ومنشوف. صباح الخير حبيبتي. صب لك شاي؟ أنا ما بدي. شو اليوم في عندك شغل؟ ليش عم تسألي؟ أنا رح روح على الوكالة مشان الممرضة، بلكي بتيجي كمان. أنا كتير منيحة، ليش الممرضة؟ مو لهيك، إذا رحتي لشي مكان بترافقك ولقدام رح تصيري بحاجة لشي حدا، ونحنا ما رح نقدر نضل جنبك هون. أنا هون ببيتي، أنا بقرر مين وإمتى بيجي لعندي. وهذا كمان مفتاح بيتنا يا أمال خانم، وأنا يلي رح كون الآمر الناهي فيه. خير مدحت بك، فيك شي؟ أول مرة بشوفك هيك. جنان خانم، عم فكر برشا. رشا تفضلي. امبارح رحت على المشفى بس ما قدرت حتى ادخل لغرفتها. انا ما عم بفهم بشو غلطت وين. وبنتي فريده كمان اختارت طريقه لحالها، بس انا اللي طلعت السيئه بالاخر. لو كنت بعرفه هيك ما كنت عطيته الاولاد، بس بعد ما ضاعوا ما عاد تطلع بوشي. جنان خانم، عم فكر اني اروح على المشفى لحتى اشوف رشا. انت شو رايك لو تجي معي؟ ايه والله بيكون كتير منيح، احسن ما اقعد بالبيت مزعوجه لحالي. بجي. ماما ماما تعي.